بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولى ثانوي، يا احباب، يا صغنطتين، يا عساسيل، يا رب تكونوا بخير وبصحة وافضل حال دايما يا اولاد. النهاردة ان شاء الله معانا يا جماعة درس جديد، وهانت يا اولاد، ومنهج الترم الاول بيخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. هخلص لك المنهج كله وتراجع كمان قبل اول امتحان في الشهر، فابشر ما تقلقش، انت ان شاء الله في ايد امينة، ومش هيقع منك اي تفصيلة ولا اي فكرة في المنهج، وان شاء الله الامتحان بتاع الشهور او امتحانات الشهور كلها مضمونة في ايدك، وامتحان الترم مضمون ان شاء الله برضو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو اهل الحمد، ثم الصلاة اولا واخرا على النبي باطنا وظاهرا، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. دعاء المذكرة يا اولاد، يا رب نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. لا انسى حبايبي وشطار جدا 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 جدا، يعني اللي بيفرغوا على الجروب الشباب، واحلى تفريغ بتاع الحصه اللي فاتت يعني هيروح ليمنى مصطفى، عامله شغل خطير باين على الشاشه دلوقتي، ورحمه احمد ما شاء الله عامله برضو الخليه النباتيه بشكل رهيب، وهدير السيد عاش شباب، وكمان حبيب احمد، كلهم بنات يعني، فالولاد نحس شويه ونخش على جروب الفيسبوك ونفرغ يا جماعه عشان يكون للولاد تواجد، لان بحب الولاد يشتغلوا يعني، تمام؟ عيب لما يكون البنات بتشتغل احسن مننا واحنا مش بنشتغل. خش على الجروب، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو يعني، خش على جروب الفيسبوك وفرغ المحاضره ونزلها على الجروب عشان ما تنساش المحاضره ابدا ما حييت ان شاء الله. طيب، يلا بينا دكاتره على المحاضره بتاعتنا النهارده مع عضيات الخليه. وكالعاده يا دكاتره، انا بحب ابدا من حيث انتهينا. احنا يا اولاد انتهينا في الحصه اللي فاتت مع او في المحاضرات اللي فاتت يا اولاد مع بدايه تشريح الخليه، ماشي؟ ركز واعرني انتباهك وسمعك، لان النهارده يا شباب معانا نص المحاضره او نص الدرس يعني، فان شاء الله مش هطول عليك. معنا بس يا جماعه النهارده 5 عضيات والسيتوبلازم، واسيبك مش هطول عليك ان شاء الله، مش هنعدي ساعه، ركز معايا. بسم الله. احنا قلنا يا اولاد قبل كده ان عندنا شباب حاجه اسمها الخليه النباتيه وحاجه اسمها الخليه الحيوانيه. فدكتور لو بتكلم عن النباتيه هتلاقي حضرتك بره حاجه اسمها الجدار الخلوي، او الجدار يا اولاد السيليلوزي، اللي كان بيتركب بصفه اساسيه من سكر معقد اسمه السيليلوز، خلاص؟ طيب، جوه الجدار الخلوي يا شباب حاجه اسمها الغشاء البلازمي، زومي عبد الرحمن كده لو سمحت عشان الناس تشوف كل التفاصيل. والغشاء البلازمي يا ولاد جواه حاجه اسمها البروتوبلازم، ركز بقى، حاجه اسمها ايه؟ قال لك يا دكتور جوه الغشاء البلازمي حاجه يا جماعه اسمها البروتوبلازم، البروتوبلازم. هذا البروتوبلازم يا دكاتره بيتكون من حاجتين، سيتوبلازم، ده هو يا شباب اللي هو اول موضوع معانا النهارده، والنواه، خلاص؟ احنا يا جماعه خدنا قبل كده النواه ومكوناتها، غشاء نووي اللي كان مثقب بيعدي المواد منه الى من النواه للسيتوبلازم او العكس يعني، وجواه سائل نووي وكروماتين، والكروماتين ده دكتور اللي هو الدي ان اي او الماده الوراثيه. خلصنا يا جماعه قبل كده الحمد لله. طيب النهارده يا اولاد نبدا مع السيتوبلازم، واول حاجه بتتبادر الى ذهنك لما اقول لك سيتوبلازم تقول يا دكتور دي الميه اللي جوه الخليه. على فكره صح، لان حضرتك السيتوبلازم ده عباره يا جماعه عن ماء، ماء يا اولاد زائد بلس مواد عضويه وغير عضويه، عضوية وغير عضوية، ده يا جماعة السيتوبلازم. طيب مكانه فين؟ قال لك يا دكتور السيتوبلازم ده بيملأ يا ولاد الحيز اللي موجود بين الغشاء البلازمي في الخلية النباتية أو الحيوانية والنواة. يعني إيه الكلام ده؟ ده يا دكتور والله كلام تافه خالص وسهل خالص، إحنا عارفينه أصلا من زمان. لو حضرتك يا دكتور دي النواة اللي جواها الكروماتين وجواها النوية، قال لك يا دكتور المكان أو الفراغ يا ولاد اللي موجود بين النواة وبين الغشاء البلازمي ده يا جماعة اسمه السيتوبلازم. خلاص، يبقى يا جماعه اول معلومه النهارده نعرفها وهي قديمه اصلا، ما هو السيتوبلازم؟ ده دكتور عباره عن سائل هلامي، هذا السائل يا اولاد عباره عن ماء ومواد عضويه وغير عضويه، موجود فين؟ بيملا الحيز بين النواه والغشاء البلازمي. يعني حضرتك الغشاء البلازمي اللي جوه الخليه النباتيه او اللي في الخليه الحيوانيه جواه بينه وبين النواه السيتوبلازم. ادي يا دكتور اول معلومه موجود يا جماعه بين الغشاء البلازمي والنواه. طيب، قال لك يا دكتور هي ماده شبه سائل، يعني حضرتك هو مش سائل قوي ومش صلب، بس يا دكتور شبه سائل، ماشي؟ طيب، عباره عن ايه؟ ماء يا دكتور ومواد عضويه وغير عضويه، ده يا جماعه كلام سهل جدا جدا جدا. طيب، قال لك يا دكتوره السيتوبلازم يا اولاد، الله اكبر الله اكبر، به يا شباب حاجه اسمها هيكل الخليه. لا 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 لا، ده يا دكتوره كلام صعب ابدا ابدا ابدا، كلام يا ولد اسهل من السهوله، انتوا شطار على فكره وبتفهموا بسرعه، والكلام اللي بقوله بيتفهم بسرعه ان شاء الله، ركز معايا. هيكل الخليه يا دكتور
لازم يا جماعه كل الخليه بتاعتنا لها هيكل. انت حضرتك لما تبني بيت بتسيبه من جوه فراغ ولا بتعمل فيه عمدان وبتعمل فيه جدران وبتقسمه وبتخليه له دعامات قويه؟ قال لك يا دكتور لازم البيت من جوه يكون مدعم. طيب مثال اسهل من كده، عارف حضرتك العش بتاع العنكبوت يا ترى يا دكتور هو عش كده بشكل هندسي يا اولاد ومن جوه مفرغ وخلاص، ولا من جوه يا جماعه فيه دعامات عشان تمسكه؟ قال لك يا دكتور ده فيه دعامات وانسجه وليله يعني، واخد بالك؟ فدكتوره لازم الخليه بتاعتنا تكون كده يا اولاد. سبحان الله، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى العظيم الخلاق الجبار. لن ننسى دكاترة الدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي غزة الحبيبة، يا رب ينصرهم على أعدائهم وينتقم يا رب يا رب أمين. قال لك يا دكتور الخلية بتاعتنا يا أولاد من جوه فيها حاجة اسمها هيكل الخلية. ربنا يا أولاد خلق لينا في الخلية حبة خيوط وأنابيب جوه الخلية عشان تعمل لها هيكل معين. إزاي؟ تخيل معايا، آدي الخلية، ده يا جماعه الغشاء البلازمي، وادي يا اولاد النواه جوه الخليه بنحب دايما نرسمها بالاحمر يعني، وبينهم يا دكاتره السيتوبلازم. قال لك يا دكتور السيتوبلازم ده في يا اولاد حاجه اسمها هيكل الخليه، يعني ايه؟ حبه يا اولاد خيوط سيتوبلازميه وانابيب عشان تعمل الخليه بتاعتك هيكل من الداخل. ما اصل قلت لحضرتك ان السيتوبلازم ده ماده هلاميه يا شباب او ماده شبه سائله ما تعملش هيكل، فلازم حضرتك يكون في حاجه صلبه او حاجه بتديها دعامه الا وهي هيكل الخليه. يبقى يا دكاتره الحاجه اللي موجوده في السيتوبلازم بتاعنا اسمها هيكل الخليه، عباره عن ايه؟ مجموعه من الخيوط والانابيب بتعمل ايه؟ ركز معايا، اولا بتعمل يا دكتور دعامه للخليه. يعني ايه دعامه؟ يعني لو بتعمل خليه صلابه او تخليها ماسكه نفسها بالعربي كده او بالفلاح. يبقى دكتور اول حاجه بتكسب الخليه الدعامه او بتعمل كدعامه للخليه من الداخل. ايه كمان؟ قال لك الدكتوره بتحافظ على شكل الخليه والقوام بتاعها. ما انا لسه بقول لك ان السيتوبلازم ده ماده شبه سائله ما يعملش شكل ما يعملش قوام، واخد بالك انت؟ مهلبيه في شكل؟ لا، لازم تحطها في طبق. فدكتور اللي بيظبط شكل المهلبيه هو المكعب اللي بتحطه جواه. عارف الجيلي؟ نفس القصة، ينفع تسيح الجيلي أو تحطه كده على الأرض هيروح في كل حتة كده ويبقى ملوش شكل ولا قوام، لكن يا دكتور حطه في قالب حطه في مكعب يبقى له شكل. فيا جماعة الهيكل بتاع الخلية بنفس الطريقة يا أولاد، بيحافظ على الخلية بيعمل لها دعامة بيكسبها دعامة، كمان يا أولاد بيحافظ على شكل وقوام الخلية. مش بس كده دكاترة، ده كمان يا أولاد بيشتغل حاجة اسمها مسارات للنقل. هو حضرتك تعلم جيدا إن في النبات يا شباب حاجة اسمها الخشب وحاجة اسمها اللحاء؟ مش انت عارف يا دكتور ان الخشب ده هو يا ولاد اللي بيساهم في صعود العصاره، يعني الماء والاملاح من التربه لحد الاوراق عشان الورقه تعمل بناء ضوئي، صح كده؟ لو مش عارف اعرف. فقال لك يا دكتور الخشب ده اوعيه يا اولاد. طيب اللحاء ده كتره وده اللي يهمني دلوقتي. قال لك يا دكتور اوعيه اللحاء يا اولاد او الانابيب الغربليه بتاع اللحاء اسمها انابيب غربليه، حضرتك عامله كده يا اولاد خلاص، بينها يا جماعه حاجه اسمها صفائح غربليه مثقبه او يا جماعه بينها خيوط مثقبه بهذا الشكل. ليه؟ قال لك عشان بيعدي من هذه الخيوط يا اولاد او من هذه الثقوب خيوط سيتوبلازميه تساعد في نقل الجلوكوز بين الانابيب الغربليه وبعضها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك الخيوط السيتوبلازميه او الانابيب الدقيقه اللي جوه السيتوبلازم يمكن ان تساهم في نقل المواد بين اجزاء الخليه او من خلايا الثانيه. ايوه، يبقى يا جماعه الهيكل ده مش بس بيدعم يا جماعه وبيحافظ على الشكل، لا ده كمان يا اولاد بيعمل كمسارات للنقل داخل الخليه. عشان لو حضرتك الخليه مثلا ده يا شباب عاوزه تنقل يا اولاد جلوكوزا مثلا من هنا لحد هنا اهو، تبعتها يا دكتور مع السيتوبلازم واللي يشيلها يا شباب خيوط وانابيب داخل السيتوبلازم. تمام؟ يبقى يا دكتور مش بس بيكسب الخليه النباتيه دعامه وقوه وشكل وقوام، لا ده كمان يا اولاد بيساهم في نقل المواد من والى الخليه. كلام محترم جدا 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 وكلام ممتاز يا شباب. طيب صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كده يا اولاد احنا خلصنا تقريبا السيتوبلازم، عايز بس اقول لك على حاجه بسيطه جدا هتنفعك ان شاء الله في ثالثه ثانوي وفي ثانيه وفي كل حياتك بشكل عام، الا وهي دكاتره صلوا بينا على النبي وركزوا كويس جدا جدا جدا، الحركه الدورانيه السيتوبلازمية. دي يا شباب حاجة ان شاء الله هناخدها في اول حصة في الدرس الثاني في تانية ثانوي. تمام؟ هقول لك يا دكتور الحركة في الكائنات الحية بشكل عام انواع يا اولاد، وفي حركة يا دكتور اسمها الحركة الدائبة. يعني ايه دائبة؟ دائب يا اولاد يعني كونتينوس، عندك انت البريزنت كونتينوس او حاجه كده بالانجلش زمن المضارع المستمر والماضي المستمر حاجات كده، واخد بالك؟ فيا جماعه كونتينوس يعني دائب. قال لك يا دكتور كلمه دائبه يعني يا جماعه لا تتوقف. يعني ايه لا تتوقف؟ فقال لك يا دكتور الحركه الدائبه التي لا تتوقف زي يا دكتور مثال عليها الحركه الدورانيه السيتوبلازميه. قال لك السيتوبلازم جوه الخليه الحيه
بيتحرك يا دكتورة جوه الخلية في حركة أولاد دائبة، يعني مش بتقف، وحركة أولاد دائرية جوه الخلية، وحركة يا جماعة دائبة، يعني السيتوبلازم بتاع حضرتك جوه الخلية بتاعتك ما بيقفش، شغال باستمرار. وعارف لو الحركة الدورانية السيتوبلازمية بتاعتك وقفت الخلية تموت. يبقى يا دكتور الحركة الدورانية السيتوبلازمية حركة أولاد دائبة لا تتوقف، وإذا توقفت الخلية تموت. يبقى يا جماعه الحركه الدورانيه السيتوبلازميه هي حركه السيتوبلازم اولاد في شكل دائري داخل الخليه الحيه سواء نباتيه او حيوانيه، ولو وقفت الحركه الدورانيه السيتوبلازميه الخليه تبقى ميته. خلاص حلو جدا. يبقى شباب عندي حاجه اسمها بروتوبلازم. من الاول تاني ما قلتش حاجه، الكلام كله سهل وقديم. البروتوبلازم يا شباب حاجتين، السيتوبلازم والنواه. خلصنا النواه، غشاء نووي وكروماتين وسائل نووي ونووي، خلصناها قبل كده اربع حاجات. النهارده يا جماعه السيتوبلازم عباره عن ايه؟ عباره يا دكتور عن سائل هلامي او سائل شبه سائل. هو مش سائل بقى، هو شبه سائل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك في ميه ومواد عضويه ومواد غير عضويه. كلام ممتاز جدا جدا جدا. موجود فين؟ قال لك يا دكتوره موجود بين الغشاء البلازمي والنواه. يعني يا جماعه بيملا الحيز اللي موجود بين الغشاء البلازمي والنواه يا جماعه بهذا الشكل. طيب بيعمل ايه؟ قال لك يا دكتور جوه حاجه اسمها هيكل الخليه، حبه خيوط وانابيب ربنا خلقها لك عشان تعمل يا اولاد كدعامه وتحافظ على شكل وقوام الخليه، كمان يا اولاد تعمل كمسارات للنقل داخل الخليه الحيه. تمام؟ حلو قوي. طيب كده دكتور عرفنا ايه هو السيتوبلازم، موجود فين كمان يا اولاد، وعرفنا طبعا موجود في هيكل الخليه. الحاجه يا جماعه رقم اتنين واللي هي مهمه بقى هنعيش معاها ان شاء الله حصتين او محاضرتين، الا وهي يا شباب حاجه موجوده داخل السيتوبلازم اسمها يا اولاد يا دكاتره حلوين عضيات الخليه. حلوه يا اولاد يا دكاتره حلوين، دي اسمها ايه؟ عضيات الخليه. عضيات الخليه. قال لك يا دكتور عضيات يا اولاد، كلمه عضي هي تصغير يا دكاتره كلمه عضو. كنا قلنا يا جماعه في المقدمه بتاعت الاحياء ان جسمك عباره عن اجهزه، والجهاز عباره عن اعضاء، زي مثلا الجهاز الهضمي عباره عن المريء والمعده والامعاء والاثنى عشر والكلام ده كله، صح كده؟ فيا دكتور المعده اسمها عضو، ده عضو كبير. طيب حضرتك بقى الاجزاء اللي جوه الخليه اللي في السيتوبلازم اسمها عضيات، فيا دكتور كلمه عضي تصغير يا اولاد كلمه عضو. خلاص حلو قوي. طيب العضويات يا جماعه علينا هندرسها، لازم حضرتك تبقى عارف الخليه بتاعتك اللي عايشه فيها ايه. جماعه علم الاحياء هو علم دراسه الكائنات الحيه ووحده بناء الكائن الحي يا اولاد الخليه، فلازم تعرف الخليه تركيبها ايه وجواها ايه وعضياتها عامله ازاي وبتعمل ايه. فيا دكاتره النهارده ان شاء الله والمحاضره الجايه هناخد العضيات بالتفصيل. طيب العضيات يا اولاد بشكل عام بتنقسم الى، العلماء يا جماعه بصوا عليهم كلهم كده جمعوهم مع بعض، يلا يا عضاي انت وهو ما حدش قادر يلمكم ولا ايه؟ احنا عايزين كعلماء نقسمكم، تتحبوا تتقسموا ازاي؟ قالوا لهم احنا مش هنتقسم، احنا عضيات كلنا جوه السيتوبلازم ما نتقسمش. فالعلماء قالوا لا لازم نقسمكم، خلاص براحتكم قسمونا، بس احنا بنشتغل مع بعض، لان الخليه الكبيره هي وحده البناء بتاع الكائن الحي والوظيفه. فيا دكتور الخليه بتاعتك بتشتغل كوحده واحده، كل حاجه بتساعد بعضها يا اولاد. وهتشوف النهارده ان شاء الله ازاي الشبكه الاندوبلازميه وعليها الريبوسومات، الريبوسوم بيصنع والشبكه بتنقل وجسم جولجي بيعدل وحضرتك خليتك شغاله في وحده واحده كلها. فيا شباب العلماء اصروا على التقسيم، قسموهم ازاي عشان هم كتير؟ يعني قال لك هنشوف العضي اللي منهم حواليه غشاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا ده العضي اهو يا شباب متحوط بغشاء، هنسميه يا جماعه عضي غشائي، يعني محاط بغشاء. والعضي يا دكتور اللي ما حولهوش غشاء هنسميه دكتور عضي غير غشائي. اذا يا دكتور تم تقسيم العضيات الى عضيات غير غشائيه غير محاطه بغشاء، وعضيات غشائيه يعني يا دكتور محاطه بغشاء. تمام؟ قال لك يا دكتوره الغير غشائيه ده اهي بنسكمهم يا جماعه عشان نحفظهم في كلمه جراء، الجيم والراء. الجيم يا اولاد هي الجسم المركزي، جسم مركزي. والراء يا جماعه هي الريبوسوم. يبقى يا دكاتره العضيات الغير غشائيه هي الجسم المركزي والريبوسوم، الباقي غشائي. سهله؟ احفظ كده صم. دول يا جماعه غير غشائيين والباقي كله غشائي. يبقى يا شباب يا احباب العضيات عندنا غشائيه وغير غشائيه. نبدا يا اولاد مع السهل، الغير غشائيه اللي هم يا جماعه مش محاطين بغشاء، مين هم؟ قال لك الريبوسوم والجسم المركزي. صلي بينا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابدا لحضرتك بالجسم المركزي. حضرتك عارف كويس ان الخليه بتاعتك عشان حضرتك تكبر وتنمو لازم خلاياك تنقسم. يعني ايه؟ يعني يا دكتور الخليه بتاعتك تنقسم انقسام ميتوزي تبقى خليتين بهذا الشكل يا اولاد. فقال لك يا دكتور الخلايا بتاعتك بيكون جواها حاجه اسمها الدي ان ايه اللي هم ال 46 كروموسوم بتوعك، يعني ال 46 جزيء دي ان ايه بتاعك. فقال لك يا دكتور الخلايا بتاعتك لما تيجي تنقسم لازم يا جماعه تعمل تضاعف للكروموسومات ده اهي، او تضاعف الدي ان ايه بتاعها، يبقوا كام؟ يبقوا يا دكتور 92
دي ان ايه؟ عشان ايه؟ عشان كل خلية بنوية جديدة يا ولاد يوصل لها 46 زي امها بالظبط، لان الدكتور ده انقسام ميتوزي عشان خلاياك تكون زي بعضها، صح ولا لا؟ صح جدا. فقال لك يا دكتور في احد اطوار الانقسام الميتوزي اللي حضرتك خدتها في ثالثه اعدادي، قال لك يا دكتوره الكروموسومات بتترص كده يا اولاد عند خط استواء الخليه، حتى بيسموها جماعه الطور الاستوائي، في منتصف الخليه يا اولاد او بين الخليتين اللي هما بينقسموا يعني، خلاص. فقال لك بقى يا دكتوره عشان حضرتك تقسم الكروموسوم ده لاثنين، كروماتيدا فوق وكروماتيدا تحت، حضرتك عارف يعني ايه كروماتيدا صح من المره اللي فاتت؟ كل كروموسوم يا دكتور بيكون اتنين كروماتيدا بهذا الشكل متصلان معا عند السنترومير. فيا دكتور عشان تقسم الكروموسومات بين الخليتين بالتساوي لازم يا جماعه حاجه لها القدره على الانقباض او النقصان او انها تنكمش وتشد يا دكتور الكروموسومات لفوق بهذا الشكل عشان تطلعها عند الخليه اللي فوق تاخد النص فوق، وتحت يا اولاد برضو لازم حاجه تشد الكروماتيدات بهذا الشكل عشان تاخد النص اللي بقى تحت. قال لك يا دكتور الخيوط اللي بتشد يا اولاد الكروماتيدات لفوق وكذلك لتحت نحو القطب الاخر من عند الخليه اسمها يا جماعه خيوط المغزل. خيوط الايه؟ المغزل. ركز بقى يبقى يا شباب، كيف تسحب الكروماتيدات الى الخليتان المنقسمتان او البنويتان الجداد؟ قال لك يا دكتور عن طريق خيوط المغزل. طيب خيوط يا جماعه لها القدره على الانكماش لكي تعمل على سحب الكروماتيدات الى اقطاب الخليه. كلام ممتاز. طيب السؤال يا اولاد، مين بيكون هذه الخيوط؟ شايف حضرتك الدائره اللي هنا دي او الجسم ده وشايف ده؟ قال لك يا دكتور ده هو اسمه سنتريول، وده يا جماعه اسمه سنتريول. قال لك يا دكتور السنتريول ده مع السنتريول ده اسمهم يا اولاد مثنى، سنتريولان هذان السنتريولان اسمهم مع بعض الجسم المركزي. يبقى يا جماعه ما هو الجسم المركزي؟ قال لك يا دكتوره ده جسم مركزي يعني حضرتك سنتريولان، كل سنتريول يا دكتور بيقف عند قطب من اقطاب الخليه. ليه؟ عشان يكون خيوط المغزل ووقف مكانه. عارف انت سوبرمان لما بيطلع انت الخيوط بتاعته يقوم شادد حاجه؟ فيا جماعه ده زي سوبرمان يطلع الخيوط. سبايدر مان. انا ما بسمعش الحاجات دي يا جماعه، ماليش في اي حاجه. فبيطلع يا شباب الخيوط بتاعته عشان يشد الايه الحاجات الثانيه اللي حواليه او يروح لها. فيا دكتور السنتريول ده زي سبايدر مان يطلع الخيوط العنكبوتيه دي، يقوم يشد خيوط المغزل، يقوم يشد يا جماعه الحاجه تنقبض تنكمش تشد الكروماتيدات تروح عند قطب الخليه. ليه يا دكتور؟ عشان حضرتك تطلع النص فوق هنا كده والنص تحت وينقسم يا جماعه الخليه الى خليتين. جميل جميل. طيب مين يا دكتور بيكون خيوط المغزل؟ السنتريول. طب يا دكتور السنتريول مع السنتريول يبقى سنتريولان، الاثنين اسمهم جسم مركزي. كلام ممتاز. طيب قال لك يا دكتوره هات لنا عبد الرحمن كده صوره السنتريول لو سمحت، الصورة الحقيقية، وصورة عبد الرحمن كده ايه متعافية كده متكبرة كده عشان يشوفها كويس يعني. قال لك يا دكتورة كل سنتريول بيكون يا ولاد عبارة عن 27 أنيبيبة. فاكر لما قلت لك عضو عضي؟ يعني ايه عضي؟ تصغير عضو. طيب شباب يعني ايه أنيبيبة؟ تصغير، شاطر، أنبوبة. فيا جماعة دي أنبوبة أهي، لكن يا دكتورة دي أنيبيبة صغننة يا ولاد. فقال لك السنتريول يا جماعة الواحد عبارة عن 27 أنيبيبة دقيقة. طيب كده هو؟ لا، الله سبحانه وتعالى شباب خلق كل شيء بقدر وفي احسن تقويم. فربنا يا اولاد رتب العضي اللي اسمه سنتريول اللي بيكون هو واخوه الجسم المركزي في مجموعات. ال 27 يا اولاد مترتبين ثلاثات، عارف انت اللي بيقول لك رتبونا او اعدونا ثلاثات ثلاثات، واخد بالك؟ فيا جماعه احنا هنقعد الانابيب ده اهي ثلاثات ثلاثات. واحد اثنين ادي يا جماعه رابع ثلاثة، خامس ثلاثة، سادس ثلاثة، سابع ثلاثة، ثامن ثلاثة، تاسع ثلاثة. يبقى يا دكتور عندي ثلاثات في تسع مجموعات بكام؟ ب 27. يبقى يا دكتور كل سنتريول منهم يا شباب عباره عن 27 انابيب مترتبين ازاي؟ في ثلاثات. كم مجموعه؟ تسع مجموعات. كلام ممتاز. يبقى يا دكتور السنتريول الواحد يا اولاد 27 انابيب، يبقى الجسم المركزي كله السنتريولان اضرب في اثنين بس خلاص. تمام؟ طيب تعرف تقول لي وظيفته ايه؟ سهله يا دكتور، يتكون من سنتريولان عند اقطاب الخليه اثناء الانقسام، تمتد منه خيوط المغزل زي سبايدر مان لكي تعمل على سحب الكروماتيدات اثناء الانقسام الميتوزي، وتتوزع الكروماتيدات بالتساوي او الكروموسومات او الدي ان ايه بالتساوي على الخليتين البنويتين الجداد. تمام؟ كلام ممتاز خالص. طيب يبقى يا دكتور وظيفته ايه؟ تمتد منه يا جماعه خيوط المغزل وتسحب الكروماتيدات. طيب موجود فين؟ قال لك يا دكتوره موجود في كل الخلايا الحيوانيه، يعني كل خلايا جسمك موجود فيها السنترو
سوم. ركز بقى دكتور، انت قلت ايه؟ سمعني كده، قلت لك سنتروسوم. لا 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 لا، انت كده بتهزر معايا. لا والله خالص، انا هزرت؟ اه يا دكتور بتهزر. بهزر ليه؟ لانك يا دكتورة بتقول لي سنتريولان، ودلوقتي بتقول لفظ كده انا ما سمعتوش قبل كده، سنتروسوم. اه بص بقى جماعه، الجسم المركزي يا اولاد بالانجلش اسمه يا دكاتره سنتروسوم. سنتر يا اولاد يعني مركز، وسوم يعني جسم. خلاص، فالجسم المركزي كله الاثنين مع بعض اسمهم سنتروسوم، سنتروسوم. فالسنتروسوم عباره عن سنتريولين. تمام، يبقى دكتور الجسم المركزي هو هو السنتروسوم، والسنتروسوم سنتريولين. جميل. طيب قال لك يا دكتور موجود في كل الخلايا الحيوانيه ما عدا يا اولاد الخلايا العصبيه. اقول لك على حاجه، هو انت يا اسطى لما تشوف حد ماشي في الشارع عقله ضرب او برج من النافوخ وفوت بيرجع؟ لا، لو هو بيستعبط هيبقى تمام، بعد شويه يبقى تمام، لكن لو هو مجنون ما بيرجعش. طيب حد عمل حادثه يا اولاد وجاله جلطه في دماغه، او جاله مثلا نزيف في المخ، والنزيف ده اثر على خلايا في مخه مثلا عملت له شلل نصفي او رباعي او بيخف؟ لا. ليه يا شباب؟ لان حضرتك الخلايا العصبيه اللي انت بتتولد بيها بتموت بيها، لا تتجدد. خلاياك العصبيه بتاعت مخك لا تتجدد. ليه؟ لغياب السنتروسوم. الخلايا العصبيه يا دكتوره لا تحتوي على سنتروسوم، لان الخلايا العصبيه لا تنقسم، لا تنقسم. يبقى يا دكتور فسر سؤال مشهور جدا، بما تفسر الخلايا العصبيه لا تنقسم؟ تقول لخلوها من السنتروسوم او الجسم المركزي. كلام جميل. طيب فيا دكتور هو كده موجود في كل الخلايا الحيوانيه ما عدا الخلايا العصبيه، طب النبات بقى؟ قال لك يا دكتوره لا، مش موجود يا اولاد في الطحالب ولا النباتات ولا الفطريات. امال موجود فين؟ قال لك يا دكتوره والله يوجد، موجود يا جماعه في الحيوانيه ما عدا ايه؟ العصبيه. طب يا دكتور النباتات خلايا تنقسم ازاي؟ قال لك عندها حته في السيتوبلازم بس مش جسم مركزي، بتعمل نفس الوظيفه. خلاص، يبقى يا جماعه لا يوجد الجسم المركزي في الطحالب والفطريات والنباتات، ولكن يا جماعه توجد منطقه في السيتوبلازم تؤدي نفس الوظيفه. خلاص، حلو جدا جدا هذا الكلام. يبقى يا دكتور كده خلصنا اول عضي غير غشائي يا جماعه اللي اسمه الجسم المركزي. طيب ركز معايا، العضايه دكاتره رقم 2 مهم جدا 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 في ثالثه ثانوي في حاجه اسمها تصنيع البروتين، الا وهو الريبوسوم. اول ما حضرتك تسمع كلمه ريبوسوم اطلع لي كده يا عبد الرحمن لو سمحت، اول ما تسمع كلمه ريبوسوم تقول لي يا دكتوره البروتين، البروتين. هذا يا جماعه عضي مهم جدا 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 في تصنيع البروتين يا اولاد. تصنيع الايه؟ البروتين. ليه بقى؟ ركز معايا، بقول لك يا دكتور الريبوسوم ده يا جماعه المصنع بتاع البروتين. طب ازود لك حاجه، معلش، البروتين يا اولاد يصنع في السيتوبلازم، في السيتوبلازم، والمصنع يا اولاد القالب اللي بيصنع البروتين من الاحماض الامينيه. ركز بقى، ما انا ممكن اجي اقول لك هو الاحماض الامينيه بتصنع بروتين ازاي، تقول لي يا دكتور يتم ترتيب الاحماض الامينيه بجانب بعضها وتتصل مع بعضها بروابط، شاطر، ببتدية، صح كده؟ مين بقى اللي بيربطها؟ الريبوسوم. مين اللي بيمسكها؟ الريبوسوم. مين اللي بيعمل عديد ببطايد؟ الريبوسوم. مين اللي بيعمل لك بروتين معقد من مونومرات صغيره اسمها احماض امينيه؟ الريبوسوم. تمام، حلو قوي. فيا دكتور ده كله بيحصل في السيتوبلازم، بيساعدوا يا جماعه حاجه اسمها الار ان اي. يبقى يا دكاترة الحاجة الأساسية اللي بتصنع البروتين الريبوسوم، وبيساعده مين؟ الـ RNA. التفاصيل بقى إن شاء الله في ثالثة ثانوي يا شباب، التفاصيل بالدقة يعني، واخد بالك؟ طيب ماشي يا دكتور، الريبوسوم ده عضي تصنيع البروتين في السيتوبلازم، بيساعده الـ RNA. ماشي، إيه بقى القصة؟ قال لك ولا أي حاجة، هو يا دكتور مكان وجوده أو حالات وجوده يا شباب حالتين أو حالتين. الأولى يا ولاد قد يكون في السيتوبلازم حرًا، يعني يا جماعه لوحده كده في السيتوبلازم مش رابط مع حاجه، لوحده كده في السيتوبلازم بيصنع بروتين عادي. خلاص، فقال لك يا دكتور قد يكون موجود في السيتوبلازم ومفرد يا اولاد، يعني موجود مثلا ريبوسوم واحد في مكان معين كده، او في تجمعات حبه ريبوسومات مع بعض. بصوا يا اولاد التركيب الدقيق للريبوسوم، سبحان الله سبحان الله يا شباب، عامل كده يا اولاد، عامل كده بالظبط، عباره عن وحدتين، وحده كبيره يا اولاد عامله كده اهو. يلا عبد الرحمن كده دلعهم كده، هات لهم شكل الريبوسومات كده اهو اهو. قال لك يا دكتور ده كده شكل الريبوسوم. تمام، حلو قوي. قال لك يا دكتور قد يكون موجود يا جماعه واحد منه كده في السيتوبلازم او مجموعه مع بعض، بيسلوا بعض كده، احنا اسره مع بعضينا. تمام، حلو قوي. طيب عشان يعمل ايه؟ انت هتهزر يا اسطى، عشان يصنع بروتين اكيد. حلو، بس ركز بقى عشان في تركايه. قال لك يا دكتور ده اهو
بينتج يا اولاد البروتين اللي الخليه نفسها بتستخدمه. ايه ده دكتور؟ هو ممكن الخليه تنتج بروتين ما تستخدموش؟ ممكن الخليه يا جماعه تنتج بروتين وتبعته في حته تانية. الله 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 الله، يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك مثلا عندك يا دكتور الهرمونات يا اولاد او الانزيمات. يا جماعه الانزيمات دي عباره عن بروتينات، صح ولا لا؟ خدنا الانزيمات واخد بالك، بتطلع مثلا يا جماعه في المعده او الاثنى عشر، بيبسين بقى وتربسين واميليز وقصه كده، بتطلع منين؟ من خلايا. طب هي عباره عن ايه؟ بروتينات. مين اللي مصنعها؟ الرايبوسومات. هل هي طلعت وقعدت جوه الخليه؟ لا، بل خرجت براها في الدم. خلاص، يبقى دكتوره الريبوسوم الحر اللي قاعد في السيتوبلازم يا اولاد، لو هو حر مفرد او في تجمعات، قال لك يا دكتور ده علشان يا اولاد يصنع بروتين يوجد في السيتوبلازم تستهلكه الخليه نفسها يا اولاد. خلاص، حلو قوي. زي مين؟ قال لك يا دكتور زي البروتين المسؤول عن النمو وتجديد الخلايا. يبقى يا شباب السيتوبلازم فيه ريبوسومات، لو موجوده يا جماعه حره مش مرتبطه بحاجه تانية، قد يكون واحد لوحده او واحد واخواته، دول يا دكتور موجودين عشان يصنعوا البروتينات يا اولاد اللي الخليه نفسها بتستخدمهم عشان تكبر عشان تنمو عشان تنقسم وهكذا. خلاص، حلو قوي. طيب قال لك يا دكتور بقى الحاجه المهمه جدا يا اولاد، قد تكون الريبوسومات مرتبطه بعضي اخر. هذا العضي يا دكاتره اسمه الشبكه الاندوبلازميه. بصوا يا اولاد، حلينا اسئله المره اللي فاتت وقلت لكم الشبكه الاندوبلازميه دي موجوده يا جماعه جنب النواه، لازقه في النواه يا اولاد. يلا عبد الرحمن وريها لهم كده الشبكه الاندوبلازميه. خلاص، قال لك يا دكتور الشبكه الاندوبلازميه بيكون يا جماعه عليها ريبوسوم. ازاي؟ اهو فدكتوره كده الريبوسوم بقى ما بقاش موجود لوحده، ده حاله تانية يا اولاد، بقى موجود يا جماعه مرتبط مع الشبكه الاندوبلازميه. خلاص، وقال لك لما يرتبط مع الشبكه الاندوبلازميه بيخشنها اكنها يا جماعه محببه، عارف انت الاحساس ده؟ هي كانت ناعمه يا اولاد، حببتها بالريبوسومات، يبقى يا دكتور كده الشبكه الاندوبلازميه بقت شبكه يا جماعه اندوبلازميه بيسموها خشنه يا اولاد. ليه؟ عشان عليها ريبوسومات. طب تعرف تقول لي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه بتعمل ايه؟ انت يا اسطى عبيط، اكيد بتصنع بروتين لان عليها ريبوسومات. يبقى يا دكتور الريبوسوم المرتبط ده مرتبط بمين؟ بالشبكه الاندوبلازميه، يخليها خشنه. ليه بقى يا دكتور؟ قال لك عشان برضو يا جماعه الريبوسوم في اي حته بيصنع بروتين، بس تفرق هو فين. لو لوحده في السيتوبلازم فهيصنع بروتين تستخدمه الخليه، ولكن يا اولاد لو مرتبط مع الشبكه الاندوبلازميه يصنع يا جماعه بروتين يخرج بره الخليه، لان حضرتك دي اسمها شبكه اندوبلازميه، انابيب يا جماعه طويله في الخليه ممكن تنقل البروتين ده لمكان تاني. فقال لك يا دكتور الريبوسوم الموجود يا اولاد على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه يساهم يا جماعه في انتاج البروتين، ولكن هذا البروتين ينتقل يا اولاد الى خارج الخليه. زي مين؟ زي الانزيمات والهرمونات. تمام، حلو جدا هذا الكلام. يبقى دكتور ده كده الريبوسومات كلمتين يا اولاد، قد يكون منفردا في السيتوبلازم لوحده او مع اخواته، وقد يكون مرتبط مع الشبكه الاندوبلازميه. طيب يا دكتور لو منفرد يعمل ايه؟ سواء حر او في مجموعه يصنع بروتين يا اولاد تستخدمه الخليه في النمو او التجديد انقسام يعني. طب لو مرتبط مع الشبكه الاندوبلازميه، لا يا دكتور دي هتخرج البروتين ده بره الخليه، يبقى هيصنع بروتينات تخرج من الخليه. زي مين؟ زي الانزيمات والهرمونات. كلام ممتاز جدا جدا. خلصنا يا دكاتره، الف مبروك. العضيات الغير غشائيه، الريبوسومات والجسم المركزي. هيا بنا يا دكاتره على العضيات الغشائيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واول عضي معانا يا اولاد الا وهي الشبكه الاندوبلازميه اللي انا لسه قايل لك على احد نوعيها الخشنه، اللي عليها مين؟ ريبوسومات. ليه؟ عشان تصنع البروتين. ليه؟ عشان تنقله خارج الخليه. ركز بقى، قال لك يا دكتور عباره عن، بصوا على ده اسمها شبكه اندوبلازميه. خلاص، فيا دكتور شبكه يا اولاد يعني شبكه من الانيبيبات الغشائيه. بصوا بقى، احنا خدنا يا جماعه الجسم المركزي عباره عن سنتريولان، وكل سنتريول 27 انيبيبه، بس ما قلناش غشائيه. هنا يا دكاتره في الشبكه الاندوبلازميه بقول شبكه من الانيبيبات الغشائيه الدقيقه. ركز بقى، تتخلل جميع اجزاء الخليه، عارف انت شبكه مترو الانفاق في الخليه؟ هي دي يا شباب شبكه اندوبلازميه، تساهم في نقل المواد داخل الخليه وايضا تصنيع البروتين. ركز بقى، مش بس البروتين، ركز بس. قال لك يا دكتور تتخلل جميع اجزاء الخليه وتتصل يا اولاد بالغشاء النووي وغشاء الخليه. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا دكتور حضرتك دي كده النواه، هنا يا اولاد النواه اهي، وهنا يا جماعه الغشاء البلازمي بتاع الخليه. خلاص، فهي دكتور متصله بالغشاء النووي المثقب كده يا اولاد، متصلة بيه. عشان ايه؟ عشان حضرتك لو عايزة تنقل حاجة من النواة مثلا لحد الغشاء البلازمي عادي ممكن تعمل كده. خلاص؟ فيا دكتور ماسكة مع الغشاء النووي ومع الغشاء البلازمي. ماشي يا دكتور كلام سهل. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور بتساهم في نقل المواد. ليه؟ لأنها شبكة متخللة كل أجزاء الخلية، فعادي تنقل مترو أنفاق، واخد بالك؟ فقال لك يا دكتور بتنقل المواد داخل الخلية، يعني حضرتك مثلا عايز تنقل مادة من النواة للسيتوبلازم، ماشي ممكن الشبكة تساعدك. أو بين النواة والسيتوبلازم.
يعني حضرتك بين النواه والسيتوبلازم او يا جماعه من السيتوبلازم للسيتوبلازم مش هتفرق حاجه، يعني حضرتك مثلا من هنا لحد هنا او من النواه للسيتوبلازم، يبقى يا جماعه بتنقل المواد داخل الخليه من سيتوبلازم للسيتوبلازم او من النواه للسيتوبلازم. ده شباب وظيفه الشبكه، واظن سهله يا شباب لانها شبكه اندوبلازميه بتتخلل جميع اجزاء الخليه. يبقى دكتوره بتنقل المواد داخل الخليه او من النواه للسيتوبلازم لانها متصله مع الغشاء النووي والسيتوبلازم يا جماعه، وكذلك الغشاء الخلوي بتاع الخليه. طيب قال لك دكتوره منها نوعين، ركز بقى معايا الله يكرمك. منها اولاد شبكه اندوبلازميه خشنه. ليه خشنه؟ قال لك يا دكتوره لان عليها او فيها يا جماعه عدد كبير من، اظن انت عارف شاطر، الريبوسومات. الريبوسومات خلاص، الريبوسومات. ليه؟ هنهزر؟ بقول لك ريبوسومات يا اسطى، تقول لي على طول عشان يتم تخليق البروتين، تصنع بروتين. ازاي؟ تجيب احماض امينيه وتربطها معا بروابط ببتدي لكي تكون عديد ببتايد او بروتين، صح كده؟ حلو قوي. بس كده؟ مش بس كده، ده قال لك يا دكتور الشبكه ده اهي بتحدث يا اولاد تعديلات على البروتين. يعني لو في مثلا يا جماعه حته ملهاش لازمه مش هتفيدنا في حاجه بتشيلها، لو في مثلا يا جماعه حته بايظه بتعدلها. فحضرتك هي مش بس بتخلق البروتين لان عليها ريبوسومات، لا ده كمان يا اولاد بتدخل عليها تعديلات، خلاص موديفيكيشن يا شباب. يبقى يا دكتور ادخال التعديلات على البروتينات بس كده؟ قال لك لا ده كمان يا اولاد بتصنع الاغشيه الجديده، خلاص. يبقى يا دكتور وظيفه الشبكه الاندوبلازميه الخشنه يا دكاتره بتصنع الحاجه البوليمر الكبير العجل البروتين. ليه؟ عشان عليها ريبوسومات، لانها خشنه اصلا عليها ريبوسومات، والريبوسوم ده دايما بيصنع بروتين مهما كان موجود فين، خلاص. قال لك يا دكتور كمان ادخال التعديلات يا جماعه على الخليه وتصنيع الاغشيه الجديده. طيب موجوده يا جماعه فين؟ قال لك يا دكتور موجوده بكثره في المناطق اللي بتصنع حاجتين، مش محتاجه يعني. ما انا قلت لحضرتك ان الريبوسوم المرتبط ربط بقى الدرس كله ببعضه، قلت لك يا دكتور الخليه بتشتغل كوحده وظيفيه واحده، كله بيساعد بعضه يا اولاد. فحضرتك الخشنه دي عليها ريبوسوم حر ولا مرتبط؟ ده انا بقول لك على الشبكه، يبقى دكتور مرتبط اكيد. بيصنع ايه؟ بيصنع حضرتك البروتين اللي بينتقل خارج الخليه زي مين؟ زي الانزيم والهرمون. فيا دكتور اكيد بتوجد بكثره في الخلايا اللي بتصنع الانزيمات والهرمونات، خلاص. يبقى دكتور موجوده في الخلايا اللي بتصنع الانزيمات والهرمونات. اي خلايا بتصنع انزيمات موجوده يا جماعه فيها بكثره شبكه اندوبلازميه. يعني ايه؟ عد عندك. يعني يا اولاد مثلا الخلايا اللي موجوده في الفم اللي بتصنع انزيم الاميليز، الغدد اللعابيه، خلاص. يعني يا دكتور موجوده مثلا في المعده اللي بتصنع انزيم البيبسين، بروتين اهو. يعني حضرتك في الامعاء اللي بتصنع انزيم التريبسين. يعني حضرتك في البنكرياس اللي بيصنع الانزيمات بتاعه البنكرياس الهضمه. طيب دي يا دكتور الانزيمات، اي انزيم في جسمك بقى اكيد بيصنعه لانه بروتين ريبوسوم موجود على شبكه اندوبلازميه. طيب ايه كمان؟ قال لك يا دكتور اللي بيصنع الهرمونات يا اولاد اسمها غدد صماء. زي مين؟ زي الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه. هنا يا جماعه غده في الرقبه اسمها غده النشاط بتصنع يا اولاد البروتين اللي اسمه ثيروكسين او هرمون الثيروكسين. فقال لك اكيد اكيد مليان شبكه اندوبلازميه يا شباب، بيسموها رف اندوبلازميك ريتيكولم. رف يعني خشن، اندوبلازميك يعني اندوبلازميه، ريتيكولم يعني شبكه. تمام؟ طيب ويا شباب كمان يعني عندك مثلا الغده النخاميه دي يا دكتور موجوده في دماغك بتصنع هرمونات مهمه جدا جدا زي الجي اتش اللي بيكبرك. فبصرف النظر يا اولاد الاسامي يعني مش علينا قوي، ولكن حضرتك تكون عارف ان اي خليه لو لمحت انها بتصنع انزيم او هرمون فاكيد اكيد مليانه على عينها شبكات اندوبلازميه خشنه، رف اندوبلازميك ريتيكولم. طيب قال لك يا دكتوره على النقيض العكسي يا اولاد هناك شبكه اندوبلازميه بيسموها يا جماعه شبكه اندوبلازميه ملساء. نعم يا اولاد ركز بقى، ما الفرق بين الخشنه والناعمه؟ فرق واحد بس، دي فيها عدد كبير من الريبوسومات، دي يا دكتور تخلو من الريبوسومات، ما فيهاش يا جماعه ريبوسومات، عشان كده لما تحس عليها ما تلاقيش حاجه خشنه تعوق الاحساس ده. يبقى يا دكتور شبكه اندوبلازميه ملساء يا اولاد. طيب جماعه الحاجه الناعمه في حياتنا هي الدهون، خلاص. البروتين ده خشن، عارف العضله جامده، لكن لما تلاقي حته ملظلظه كده كرش ولا حاجه بتلاقيه ناعم. ليه؟ لان الدهن يا جماعه بيلظ، واخد بالك انت؟ فيا جماعه الشبكه الملساء بتصنع اللايبيدات. بتصنع الايه؟ اللايبيدات. شفت بقى؟ شفت بقى المنهج بيربط ببعضه ازاي بشكل جميل؟ انت خدت حضرتك اللايبيدات والبروتينات والكربوهيدرات والاحماض النوويه والكلام ده كله. فيا دكتور اللي بيصنع البروتين في الخليه الا وهو الشبكه الاندوبلازميه الخشنه لان عليها ريبوسومات، واللي بيصنع اللايبيدات يا اولاد اللي بيكون بوليمر من مونيمرات الا وهي الشبكه الاندوبلازميه الملساء لان الدهون ناعمه، فسبحانك يا ربي اللي كونها الملساء يا اولاد. طيب يعني حضرتك اللي بيرص الاحماض الدهنيه مع الكحولات عشان يكون دهون جوه الخلايا بتاعتك الشبكه الاندوبلازميه الملساء. طيب هيجي لك سؤال خطير. بص يا جماعه شايفين الهرمونات اللي احنا قلناها مع الشبكه الاندوبلازميه الخشنه؟
مع الريبوسومات المرتبطه زي هرمون الثيروكسين، زي هرمون النمو، زي هرمون الانسولين، زي هرمون الجلوكاجون، اي هرمون في جسمنا يا ولاد، زي التستوستيرون، زي الاستروجين، اي هرمون يعني. يقول لك ايه هو حضرتك الشبكه الاندوبلازميه ده، يا ترى دكتور الخشنه ولا الملساء اللي بتصنع الهرمونات؟ فانت على طول هتقول له لانك انت درستها، الخشنه يا دكتور، لان الهرمونات بروتينات، والبروتينات بتصنع في الريبوسومات، والريبوسومات طالما وجدت بتوجد على الخشنه. انت مخطئ، لان حضرتك الهرمونات قد يكون، مش قد يكون بقى، ده في يا جماعه هرمونات بروتينيه وهرمونات يا ولاد استرويديه. فاكر الاسترويدات في اللايبيدات؟ فاكر؟ فيا دكتور هناك هرمونات استرويديه تبع اللايبيدات بتصنع في الشبكه الاندوبلازميه الملساء. ايه بقى يا جماعه؟ اكتب عندك كده جمله في غايه الخطوره بمليون جنيه: الشبكه الاندوبلازميه بنوعيها تساهم في تصنيع الهرمونات، الخشنه تساهم في تصنيع الهرمونات البروتينيه، الملساء تصنع الهرمونات الاسترويديه. كلام جميل. طيب بس كده؟ مش بس كده، ده قال لك يا دكتور بتوجد يا اولاد في الكبد بتاعنا بكثره. ليه بقى؟ لان حضرتك الكبد ده اول حاجه يا اولاد بيحول الجلوكوز الزائد عن الحد اللي حضرتك بتاكله الى جلايكوجين، وخدنا يا جماعه الكلام ده في الكربوهيدرات المعقده. مش قلت لك الجلايكوجين ده هو سكر معقد في الحيوان؟ موجود فين؟ في الكبد والعضلات. او حضرتك اللي بيخزن الجلوكوز على صوره جلايكوجين، الشبكه الاندوبلازميه الملساء في الكبد. بس كده؟ مش بس كده، قال لك يا دكتور طبط المفعول بعض المواد السامه يا شباب. حضرتك بتاكل اكل ملوث وفي سموم، السم ده لو هين وعادي ومش قوي يعني، اللي بيقوم او اللي بيقوم يا جماعه بابطال مفعول السم ده زي الدواء يا شباب. الدواء كله يا جماعه فيه مواد كيميائيه سامه، خلاص، بس سميتها قليله، فاللي بيبوظ السميه بتاعتها الا وهو الكبد. عشان كده حضرتك مريض الكبد ما ينفعش ياخد اي دواء. يقول لك ايه ده بيعمل ليفر فيلير او بيعمل ليفر افكت او كده. فشباب المواد اللي بتاثر على الكبد، لو الراجل ده مريض كبد ما ياخدش الادويه دي لان سميتها عاليه، فكبده العيان ما يقدرش يتعامل معاها. خلاص، يبقى دكتور المواد او الشبكه الاندوبلازميه يا جماعه الملساء موجوده في الكبد بكثره عشان تعمل حاجتين: تخزن الجلوكوز على صوره الجلايكوجين، وكمان تبطئ المفعول بعض المواد السامه. طيب بتعمل بس كده؟ لا يا دكتور، ده هي المسؤوله بشكل اساسي عن تصنيع اللايبيدات داخل الخليه الحيه. خلاص، حلو جدا جدا هذا الكلام. طيب وليكن يا ولاد الشبكه الاندوبلازميه الخشنه صنعت بروتين لان عليها ريبوسومات، خلاص عايز اتخرجوا منها. تخرجوا ازاي؟ قال لك يا دكتور تخرجوا في حاجه يا ولاد اسمها حويصلات. جماعه يعني ايه حويصله؟ عارف الحصاله؟ حويصله يا ولاد يعني تصغير حصاله، حويصلات ناقله بيسموها ترانسبورت او ترانسبورت تقريبا، فيزيكال عن حويصله. اكياس يا ولاد بيتعبى فيها البروتينات، مش تطلع كده اي كلام، لا ده بتتعبى في اكياس. سبحان الله، كل شيء خلقناه بقدر في احسن تقويم يا دكاتره. سبحان الله، فيش حاجه، فيش غلطه في جسم الانسان. فحضرتك البروتين اللي بيتصنع، علش ركز بقى خليك معايا عشان هو ممر واحد يا شباب وكلهم بيكملوا بعض. قلت لك الريبوسوم بيصنع، موجود على الشبكه الخشنه عشان يصنع وهي تعدل. خلاص، بعد ما تصنع وتعدل تطلع البروتين ده فين؟ في كيس، في حويصله اسمها يا جماعه حويصلات ناقله. سهل كده؟ طيب عشان تروح على فين؟ قال لك يا دكتوره ما بتخرجش بسرعه كده، لا ده حضرتك مثلا الانسولين اللي هو يا جماعه هرمون بسيط خالص عباره عن 51 حمض اميني، فلازم يتصنع ويتعدل عليه من الشبكه الاندوبلازميه ويروح يتظبط مره ثانيه القصه النهائيه، الفينش النهائي في مكان يا اولاد اسمه جولجي ابريتس او جسم جولجي. يبقى يا جماعه العضي الذي يدخل التعديلات النهائيه على اي بروتين مصنع جوه الخليه وهيخرج منها هو الجولجي ابريتس ده او جسم جولجي يا اولاد. طبعا جولجي ده يا جماعه اللي اكتشفه، فاسمه جولجي ابريتس او جسم جولجي. خلاص، طيب دي عباره عن ايه؟ قال لك يا دكتور ده عباره عن اكياس مفلطحه يا اولاد مستديره الاطراف. يعني ايه؟ يعني حضرتك اطرافها مدوره كده اهو يا اولاد، وهي اكياس مفلطحه كده عامله كده يا اولاد، اكياس مفلطحه شباب مستديره الاطراف. خلاص، حلو قوي، اكياس مفلطحه مستديره الاطراف. بيعمل ايه؟ لسه بقول لحضرتك الشبكه الخشنه بتصنع يا دكتور البروتينات وتنقلها في حويصلات ناقله، تخش على فين؟ على جسم جولجي ده يا دكاتره. عشان تعمل ايه؟ قال لك يا دكتور ده هو يستقبل المواد من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. خلاص يا دكتور سهله بقى، عن طريق الحويصلات الناقله. ما انت عارف بقى الكلام ده. يبقى يا جماعه بيستقبل اهو، هو قاعد كده قاعد يا شباب، بيجي له مين؟ بروتين. عشان ايه؟ عشان يعدله، عشان يدخل عليه الفينش النهائي. ازاي؟ قال لك يا دكتور بيستقبل الحويصلات الناقله من الشبكه الخشنه لادخال التعديلات عليها.
طيب بعد كده اولاد بادخال التعديلات النهائيه على هذه المواد. يبقى يا جماعه اللي بيعدل البروتين تعديل نهائي هو جولجي ابرتس او جسم جولجي. وبعدين يا شباب قال لك يا دكتور يقوم بتوزيع هذه المواد او البروتينات الاماكن استخدامها في الخليه. قال لك يا دكتوره بيطلع حويصلات يا اولاد، حويصلات خارجه يا شباب من جسم جولجي بتحتوي على هذه البروتينات بعد تعديلها، وهذه الحويصلات يا جماعه النهائيه بيطلق عليها يا اولاد لفظ اللايسوسومات. يبقى بص بقى معايا دكتور على الباثوي. عندنا دكتور ريبوسوم على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، خد احماض امينيه في السيتوبلازم، صنع البروتين. الشبكه الخشنه يا اولاد الاندوبلازميه عدلت عليه بقى متظبط، بس عايزين نطلعه بطريقه بيرفكت. سبحان الله قلت لك في احسن تقويم، تمام، مش حاجه بتطلع ناقصه. فقال لك يا دكتور الشبكه الخشنه بعد ما تدخل التعديلات تبعت البروتين ده في قلب كيس اسمه حويصله على جسم جولجي عشان يعمل ايه؟ عشان يدخل عليه التعديل النهائي. ولما يدخل عليه التعديل النهائي يطلعه يا جماعه في قلب كيس او حويصله اخرى اسمها دكتور اللايسوسومات. تمام؟ يبقى يا دكتور يقوم جسم جولجي بتعديل باستقبال طبعا يا جماعه المواد المصنعه في الشبكه الخشنه في حويصلات ناقله، ثم يعدل عليها تعديلا نهائيا ويرسل هذه المواد مره اخرى دكاتره داخل حويصلات اسمها يا جماعه لايسوسومات. وكل يا جماعه الكلام ده مهم جدا 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 في الخليه الحيوانيه. خلاص؟ لترضيها خارج الخليه، يعني يا دكتور هذه الحويصله يا اولاد تيجي على الغشاء البلازمي، يا عم غشاء، يا عم غشاء عايز اعدي، ليا خليه او ليا مش خليه بقى، ليا لايسوسوم، تقول له عشان معايا انزيم مثلا عايز يخرج في الدم، يقول لها تعالى يلا عدي، يعديها يا جماعه عشان تخرجه خارج الخليه او لطرد هذه البروتينات خارج الخليه، زي ايه؟ زي الانزيم وزي الهرمون يا اولاد. طيب، كلام جميل. طيب. تعالى يا عبد الرحمن، اخيرا يا اولاد معانا النهارده حاجه اسمها اللايسوسومات. ما هي اللايسوسومات؟ خلاص بقى يا دكتور دي عباره عن حويصلات غشائية يا دكتور، أكيد يا دكتور، لأن الشبكة الأندوبلازمية وجسم جولجي واللايسوسومات دي يا جماعة عضويات غشائية. فقال لك يا دكتور دي حويصلات غشائية، غشائية ليه؟ بص يا سيدي، قد يحتوي أولاد اللايسوسومات ده، أنا بسميها يا جماعة بالبلدي كده، ده مش في الكتاب، مية نار. عارف حضرتك اللايسوسومات دي الخلية ممكن تستخدمها في إيه؟ ممكن تستخدمها يا أولاد في قتل وهدم وتحطيم عضي هرم. عارف يعني ايه هرم؟ يعني معجز. يعني مثلا ميتوكوندريا في قلب الكبد عجزت، لازم تموت، ما تقعدش. هتقعد ليه؟ ما بتشتغلش. خلاص، اللي ما اشتغلش في الدنيا اتفرم. فالفرم ده دكاتره بيحصل بانزيمات هاضمه، اسمها انزيمات يا جماعه هاضمه، يعني بتهضم، بتكسر، بتقطع، هاضمه داخل حويصلات اسمها اللايسوسومات. طيب حد يقول يا دكتور معلش، هو مش ممكن الانزيمات الهاضمه ده هي تتفتح جوه الخليه تقوم واكلها كلها؟ ممكن، بس ده مش طبيعي. ليه يا دكتور؟ لان حضرتك اللايسوسوم ده اهو حواليه يا اولاد غشاء، عضلات يا جماعه غشائيه سبحانك يا ربي. فحتى يا جماعه لو فيها انزيمات قاتله وهاضمه وميه نار حرفيا، مش ميه نار يا جماعه بس ده تشبيه، يعني عشان اقول لك ان هي انزيمات هاضمه بتهضم او بتكسر العضلات الهارمه. خلاص؟ قال لك يا دكتور عشان حواليها غشاء ما بتاثرش على الخليه. امال يا دكتوره لما تيجي تموت عضي بتعمل ايه؟ ما هي بتفتح برضه جوه الخليه. اقول لك لا، ده حضرتك العضي لما يجي يموت اللايسوسوم يا جماعه بيتحد معاه. ادي يا دكتور العضي الهرم، يحصل يا جماعه اتحاد بينهم كده عشان تعدي الانزيمات الهضمه من جوه اللايسوسوم الى العضي تقتله في سلام بدون ما اي حد تاني يتاذي. يبقى دكتور الغشاء ده مهم جدا 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 لانه لا يؤثر على او لا يجعل الخليه تتاثر بالانزيمات الهضمه التي توجد داخل اللايسوسومات. يبقى دكتور اللايسوسومات دي عباره عن عضيات او حويصلات يا جماعه غشائيه مستديره مدوره. مين اللي بيكونها؟ استنى يا دكتور، الناقله اللي بيكونها الشبكه الاندوبلازميه. لكن حضرتك الحواصلات النهائيه اللي شايله البروتين النهائي المتفنش المظبوط الخلصان الانزيم او الهرمون، قال لك يا دكتور اللي بيكونها هي اجسام جولجي. يبقى يا جماعه اللايسوسوم يتكون بيه اجسام جولجي يحتوي على انزيمات هاضمه، يعني بروتينات يا دكتور. خلاص؟ طيب سؤال يا اولاد، معلش بقى انا بحب ايه اسوحك كده واديك واجيبك. الانزيم الهضم ده يا اولاد اتصنع فين؟ تقول يا دكتور استنى، اتصنع في الريبوسوم زي اي بروتين. على انهي شبكه؟ على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. وراح فين؟ راح يا دكتور في حويصله ناقله على جسم جولجي. طب وبعدين؟ قال لك جسم جولجي يا دكتور عدل عليه تعديل نهائي وظبطه وخلاه برنس بيرفكت محترف وطلعه فيه حويصله اخرى اسمها دكتور اللايسوسوم نهائيه. قال لك يا دكتوره اللايسوسوم بيوديه على العضو المستهدف يا اولاد. خلاص؟ يبقى يا جماعه تحتوي على انزيمات هاضمه. طيب عشان تعمل ايه؟ قال لك يا دكتور هذه الانزيمات ممكن يا ولاد زي ما قلت لحضراتكم تتخلص من العضيات الهارمه او المسنه. يعني يا جماعه اي عضي جوه الخليه يا ولاد هارم او مسن او عجز، زي مثلا شبكه اندوبلازميه خشنه عجزت، مثلا ريبوزوم عجز، مثلا يا جماعه وليكن جسم مركزي عجز، لازم يموت، لازم يخلص، واخد بالك؟ فقال لك يا دكتور اللي بيخلص عليه ويفرتكه الا وهو اللايسوسوم الذي يحتوي على انزيمات هضم.
طيب ايه كمان؟ قال لك يا دكتور هضم المواد الغذائيه المبتلعه بواسطه الخليه وتحويلها الى مواد ابسط يمكن للخليه الاستفاده منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك خليتك الجميله بلعت حاجه معقده ومش قادره تتعامل معاها، كبير عليها، مين يفتتها لها ويكسرها لها؟ عارف انت العيال الصغير امه بتعمل ايه؟ بتجيب الزقم او تجيب الاكل كده وتفتته تكسره، يعني ايه؟ يعني تخليه ناعم، الواد يقدر يعديه من بقه عشان ما عندوش سنان. اه حضرتك اللي بيعمل كده للخليه هي اللايسوسومات. يبقى دكتور الانزيمات اللي جوه اللايسوسومات يمكن ان تهضم المواد الغذائيه الكبيره يا اولاد الى مواد ابسط عشان تعمل ايه؟ عشان يا جماعه يسهل استخدامها بواسطه الخلايا. طيب حاجه يا جماعه في غايه الخطوره ومعانا ان شاء الله في ثالثه سنه، قلت لك النهارده الحصه دي معانا كلها في ثالثه سنه ان شاء الله. قال لك يا دكتور هذه اللايسوسومات بانزيماتها العظيمه يا اولاد موجوده في خلايا الدم البيضاء، ولما تسمع مني كلمه الدم تقول يا دكتور الدم بتاعي فيه حاجات كتير، اهمها كرات الدم الحمراء بتاعت الاكسجين وثاني اكسيد الكربون تبادل الغازات جوه الرئتين. مش معايا دلوقتي. ثاني حاجه يا دكتور خلايا الدم البيضاء، ولما تسمع كلمه خلايا الدم البيضاء تفتكر كلمه واحده بس، المناعه. اي بكتيريا او ميكروب او فيروس او حاجه غريبه تخش جسمك اللي بيخلص عليها جهازك المناعي بيتكون من ايه؟ خلايا دم بيضاء. بتعمل ايه؟ بتكسر الميكروبات. ازاي؟ بالانزيمات الهضمه اللي موجوده يا جماعه جوه اللايسوسومات. يبقى دكتور اللايسوسوم ده عباره عن كيس طالع فيه انزيمات هضمه طالع من جسم جولجي اللي عدل عليه وجاي اصلا من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه متصنع في الريبوسومات. خلاص يبقى يا جماعه اللايسوسومات هي اولاد عضلات غشائيه وكذلك جسم جولجي غشائي وكذلك الشبكه الاندوبلازميه غشائيه، لكن يا جماعه الريبوسومات والجسم المركزي ده يا اولاد عضلات غير غشائيه. لا تنسى ان الجسم المركزي اسمه سنتروسوم، سنتروسوم عباره عن 2 سنتريول، لكن يا اولاد الكروماتيدان بتوع الكروموسوم مرتبطان معا عند السنترومير. سنترومير قطعة المنتصف، لكن حضرتك ده السنتروسوم، سوم يعني جسم، جسم مركزي. خلاص حلو قوي. طيب ايه بقى دكتور اخدنا كده بفضل الله الشبكه يا جماعه الاندوبلازميه بنوعيها الخشنه والملساء وجسم جولجي يا دكتور اللي بيعدل على البروتين بعد ما يتصنع في الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، ويا اولاد اللايسوسومات خدناها برضو بفضل الله حواسلات غشائيه مستديره بتكونها دكتور اجسام جولجي عشان بعد ما جولجي يعدل عليها يبعتها بقى المكان استخدامها. قد تستخدم لقتل خليه مثلا هرمه، قد تستخدم لقتل او لتفتيت او لهضم عضي هرم، قد تستخدم يا جماعه في المناعه للتخلص من البكتيريا والفيروسات. اكتب الكلام ده عندك مهم جدا 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 جدا. ولا تنسى ان ميه نار دي يا جماعه تشبيه وليس كلمه حقيقيه، خليتك ما فيهاش ميه نار ولكن فيها انزيمات هاضمه تقدر تعمل الافكت او الاثر اللي بتعمله ميه النار. تمام؟ ولكن اخف اكيد. لا تنسى يا دكتور ان الملساء بتصنع اللايبيدات، الناعمه بتصنع الحاجه الناعمه اللايبيدات، وكمان يا جماعه بتحول الجلوكوز لجلايكوجين في الكبد، وكمان يا اولاد بتبطن مفعول بعض السموم والمواد الثمه. طيب قال لك يا دكتور العضيات يا جماعه المسؤوله عن تكوين البروتينات اكيد يا اولاد بتبقى موجوده بكثره في الخلايا اللي بتصنع بروتينات، زي ايه؟ زي الانزيمات، المعده مثلا والامعاء، زي الهرمونات، الغدد الصماء، زي الغده الدرقيه، واخد بالك؟ طيب قال لك يا دكتور وجسم جولجي كمان يا اولاد معاهم، لان يا دكتور بعد ما البروتين يتصنع بيخش على جسم جولجي. اخيرا يا اولاد جسم جولجي يا شباب والشبكة الخشنة العضيات المسؤولة عن تصنيع البروتين بتكثر في الخلايا المسؤولة عن تصنيع البروتين، زي ايه؟ زي ما قلت لحضرتك مثلا المعدة اللي بتصنع الانزيمات واي انزيم عبارة عن بروتين، زي مثلا اولاد الخلايا الغدية او الغدد الصماء اللي بتصنع الهرمونات واي هرمون او مش اي هرمون يا دكاترة، قلنا الهرمونات منها بروتينات معظمها يعني، وكذلك اولاد جسم جولجي لانه برضه بيعدل على البروتين بعد ما يتصنع، صح كده؟ فقال لك انه بيكثر في الخلايا الغدية، خلايا غدية يا اولاد يعني خلايا موجودة في قلب غدد صماء بتصنع هرمونات. تمام؟ حلو جدا. يبقى يا دكاتره كده الحمد لله النهارده خلصنا يعني الحاجات الكبيره في الدرس، وخدنا 5 عضيات مع السيتوبلازم، خلصنا السيتوبلازم وهيكل الخليه وعضيات الخليه، خدنا الغير غشائيه اللي هم متجمعين في كلمه جر الجسم المركزي والريبوسومات، ثم الغشائيه اللي اولها الشبكه الاندوبلازميه واهمها الخشنه والثانيه ملساء. ليه اهمها الخشنه؟ لانها جماعه مرتبطه بالجسم اللي اسمه جسم جولجي، ثم اللايسوسومات. قلنا يا جماعه ان اللايسوسومات هي انتاج لجسم جولجي عشان بتشيل الحاجه او بتشيل الماده اللي اتصنعت او البروتين اللي اتصنع وتعدل في جسم جولجي تشيله تطلعه بره الخليه. خلاص ده ولاد بالنسبه لي اللايسوسومات وجسم جولجي والشبكه الاندوبلازميه الخشنه والملساء والجسم المركزي والريبوسوم. لا تنسى ان الجسم المركزي يسمى سنتروسوم، سنتروسوم سنتر يعني مركز وسوم يعني جسم، لكن يا اولاد المنطقه اللي بتصل عندها الكروماتيدان اسمها ايه؟ سنترومير. سنتر يعني مركز ومير يعني قطعه، فدي اسمها قطعه المنتصف او السنترومير، لكن ده يا جماعه اسمه السنتروسوم، والسنتروسوم عباره عن سنتريولان، واحد فوق عند القطب اللي فوق واحد تحت عند القطب
الثقب اللي تحت وظيفتهم ايه؟ انتاج خيوط المغزل اللي بتشد يا جماعه زي خيوط سبايدر مان، خلاص؟ تفصل الكروماتيدات اثناء الانقسام الميتوزي لكي تحصل كل خليه بنويه على العدد الكامل من الدي ان اي والكروموسومات. بس كده يا دكاتره، نشوفكم ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. ما تنسوش تفرغوا المحاضره وتحطوها على الجروب، وكمان تحلوا الواجب من كتاب الامتحان، والكويز اكيد على المنصه، وانا اكيد اكيد بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلاه الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وافل، للذي حاز العلا من هاشم احمد المختار من ساد الاول، وعلى ال وصحب ساده ليس فيهم عاجز الا بطل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بطل.